اول شيء نبارك لكم ان شاء الله والبيجمالك الرائع انت نحو التوفيق ان شاء الله. اليوم الطلبه مو قدم تيكي تاك العراق، قدم برازيل اسيا. عادلنا الاذان ال 94 مال كاس الكؤوس الاسيوي، عادلنا 98 رابع كاس الكؤوس الاسيوي، عادلنا 2004 ابطال العرب. على الاتحاد، على الاتحاد، بس لا تقطع ولا كلمه، انا ما اتعدى. على الاتحاد لا تباوع بالعين اللي يكودوه، باوع بالدوشيش. منهم ما افضل لعيبه بالعراق، منهم ما افضل مدربين بالعراق. عفوا المحاصصه وعفوا السلبيات اللي عندكم والتابع، وباوع عزين، باوع عزين. عدنان درجال الكراسي المتحركه خليها خلف الكواليس، اخدم البلد، اخدم الكرسي، اخدم، لان الوطن محتاج فرحة المنتخب. عفوا الطلبة اليوم، احنا هذا الموضوع همين لازم نحكي به. المنتخب بحاجة لدعم جمهوره، وإن شاء الله عودة الطلبة، عودة المنتخبات، أجمع المستطيل الأخضر، والتوفيق لكم. طلاب حلو ويجنن، وبلعبها يفنن، واللي يلعب وياما يهمن، غلب ألف بالمية، غلب ألف. ألف مبروك نادي الطلبة وجماهيره، وهارد لك الجمهور الجوي وجماهيره. نادي الطلبة عانى معانا منذ سنين، عانى من الويلات، الحمد لله والشكر، هذا كله بجهود الإدارة المؤقتة بقيادة السيد دكتور الوكيل علي حميد، وكذلك الجمهور اللي عاد بريق الأمل لهذا الفريق الشبابي، وكذلك الكابتن قحطان كثير. الحمد لله والشكر، ثلاث نقاط قربتنا من المربع الأول للدوري، الحمد لله والشكر. ألف ألف مبروك لكافة جماهير نادي الطلبة بالعراق من شماله إلى جنوبه. إحنا الأزرق عاشقينه، حبه والله مو بيدينا، اللي ما يحبنا لا يجينا، اللي ما يحبنا لا يجينا. إحنا طلاب أهل الألقاب، إحنا طلاب أهل الألقاب. مبروك كابتن، مبروك. والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اشكر قناتكم الموقره، والحمد لله ثلاث نقاط صعبه هي لكن سهله بالنسبه للانيق اللي فاز على فريق مثل القوه الجويه. القوه الجويه فريق عنيد جدا، لكن اليوم بالمباراه اثبتوا الانيق، بالمباراه اثبتوا جدارتهم. جمهور التعب والعانة هواي من الاداره السابقه، الحمد لله قدرنا نعيد وضعنا الطبيعي، وقدرنا ننافس الفرق اللي كنا صعب نقول صعب نقدر نتغلب عليهم، والحمد لله بهذا الفريق نقدر نوصل. ومو طموحنا، يعني طموحنا الدوري، طموحنا قريب على الدوري ان شاء الله، وبعون هذول الجمهور الممتع هاللعبتين هذا، ونريد حضور بعد ازيد ان شاء الله المباراه القادمه. وها عليهم يا الازرق، ها عليهم وصول بهم يا الازرق، صول بهم. بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك لفريق الطلابي، مبارك لهاي الجماهير الطلابيه، ونطلب من اللواعيب ومن اداره الطلبه نطلب منهم بعد اكثر، لان مو هذا الطلبه، اريد ارجع على مستواه الحقيقي. شك فريق هذا يعنينا الاهلي، غير ما يشك فريق، وصول بهم، وصول بهم، عليهم ما يلبس، وطلابين ألف مبروك للأمة الطلابية، ألف مبروك، الراحة النفسية، وثلاثة فايزين مرتاحين، الحمد لله والشكر، الطلبة ثلاثة والرجال ثلاثة، روح خالد روح.